السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم برنامج المستشار. حلقتنا هذه الليلة مميزة كتميز برنامجنا. حلقتنا الليلة عن فن الاستشارات القانونية. في هذه الليلة استضيف المستشار القانوني محمد التركي. فأهلا وسهلا فيك. ياك الله. يا أهلا وسهلا. الاستشارات القانونية عالم والحاجة إليها ملحة، والاهتمام فيها أخذ يتزايد خاصة هذه الفترة. الاستشارة دائما يعني هي الاحتياج إلى خبير، الاحتياج إلى أحد أفهم مني في الموضوع الذي أطلب الاستشارة فيه. بداية أستاذ محمد، وش نعني بالاستشارة القانونية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاستشارة القانونية هي باختصار طلب الرأي، وذلك يكون بتعهد بين الطرفين، يطلب فيه طرف من متخصص استشارة في أمر معين، سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل. هذا اختصار للاستشارة القانونية. هذا الآن نقدر نقول أنه استشارة قانونية، أنه تطلب من متخصص. ما المتخصص؟ المتخصص مثلا في الاستشارات القانونية يكون مرخص من الجهة المختصة اللي هي في هنا عندنا وزارة العدل بتقديم الاستشارات القانونية والترافع ونحوه. طيب هنا سؤال يقول لي، طيب ليش أنا أروح أخذ استشارة قانونية؟ الأمور بسيطة وأنا عارف أن أشتغل وببدأ فيه. طبعا هذا هو أحد أهم الأسباب اللي يعني يقع فيها الإنسان في إشكاليته، وذلك المحاكم تمتلئ بالقضايا والإشكاليات. أولا لأنها أمر شرعي وأمرهم شورى بينهم، وذلك قال الحسن رضي الله عنه: والله ما استشار قوم إلا هدوا إلى أفضل الرأي. وأيضا الإنسان يستزيد بالعقول إلى عقله. والأمر أيضا الأخير أن الإنسان أحيانا قد يميل إلى رأي أو إلى توجه أو إلى تصرف، وذلك موافقة لهوى في نفسه لا يشعر به هو. فإذا يعني استنار بالعقول الأخرى المختصة يعني يهديه الله عز وجل بإذن الله إلى أفضل الرأي، وقلت الإشكاليات عنده. الآن يعني نقدر نقول أن الاستشارة يعني أنا هو كأني أنا أشارك هذا الإنسان بعقله، بدل ما أفكر بعقل واحد أجيب أكثر من عقل يفكرون معاي، وأيضا بمعرفته وعلمه وخبرته السابقة. نعم. يعني الآن حينما يريد الإنسان مثلا بداء يعني أن ينشئ مشروع تجاري، لابد أن ينشئ يعني يرجع إلى مختص مالي ويقوم بدراسة جدوى، ولكن يغفل عن الأمر القانوني اللي هو أخطر هذه الركائز، اللي هو الركيزة الأساسية في الموضوع. في الموضوع. يعني أهمية الاستشارة القانونية نقدر نقول إنها يعني الاستشارة القانونية هي اللي بتوفعك الوقت والجهد والمال مستقبلاً. طبعاً يعني فيها ولذلك الاستشارة القانونية يعني الناس تفهم أنها بعد وقوع الإشكال، ولكن الاستشارة القانونية قد تكون وقائية وقد تكون علاجية. والجانب الأخطر والمغفول عنه الجانب الوقائي، والذي يوفر على الشخص المال، لأن حينما يخسر القضية أو يتسبب في إشكال سيذهب إلى المحامي وستكون الكلفة أكثر. أيضا سيوفر على نفسه الوقت، وسيوفر على نفسه أيضا الجانب الصحي والجانب النفسي. حينما يقع في إشكال لن تكون يعني نفسه هادئة ومرتاحة ومستقرة. أيضا سيجنب بإذن الله عز وجل مشروع هذا الخسارة، لأنه قد يكون بوجود إشكال قانوني يفشل المشروع ويتعطل. يعني بغلطة قانونية سواء بعقد أو توقيع على حاجة معينة ممكن يدخل المشروع في متاهة هو كان في غنى عنها لو استطاع أو أخذ الوقت الكافي لاستشارة هذا المختص. صحيح. ولذلك هناك يعني سؤال يطرح: لماذا لا يذهب يعني المعنيين للجهة القانونية أو المستشار القانوني أو المحامي قبل وقوع الإشكال؟ نعم. وذلك يعني من أسبابه مثلا وجانب مهم قلة الوعي بأهمية مثل هذا الموضوع. أيضا انصراف الذهن إلى أن المحامي والمستشار القانوني لا يذهب له إلا بعد وقوع الإشكال، ويغفل عن جانب هو يعتقد أنه طبيب، إذا تألمت بروح. ولذلك الآن في طب وقائي. نعم. الطب الوقائي يوفر على الإنسان في الجانب العلاجي. أيضا رغبته في التوفير، في التوفير المالي. يعني إذا رأى أنه قد يدفع مثلا على قيمة عقد أو كتابة عقد مبلغ معين أيا كان الرقم،
هو يعتقد أنه سيوفر على نفسه إذا اختصر أو إذا يعني لو قلنا أنه بيروح يأخذ استشارة بألف ريال ممكن توفر عليه مشكلة بخمسين مئة ألف ريال، قد توفر أي مشروع بالكامل الذي ربما ينهار كله عشان هالاستشارة. أهم يعني إلى هذه الدرجة أهميتها؟ لو لم تكن بهذه الأهمية لما امتلأت المحاكم والجهات القضائية والشبه القضائية بالمشاكل وتعثرت مشاريع كثيرة جدا وقد يكون سبب مثل هذا. طيب هذا خليني أسأل، طيب وش هي المرتكزات الأساسية والأركان الأساسية لهذه الاستشارة القانونية عشان أدري أنها استشارة قانونية؟ أو طبعا أي استشارة قانونية هي تحتاج إلى طرفين، وهنا أيضا يعني جانب خفي لا يعني لا يدركه الإنسان إلا إذا كان مع مستشار قانوني، أنه قد يكون الطرف الآخر الذي ستوقع معه أنت هذه الاتفاقية هو طرف فعلا موجود في مثلا في الشركة، قد يكون مدير في الشركة أو إلى آخره، ولكن لعد نقص الخبرة أو المعرفة فإنه لا يدرك أن هذا الطرف الثاني لابد أن يكون مخول من مجلس إدارة الشركة بإجراء يعني ليس ممثلا صحيحا، وقد يكون هو طرف يعتقد، قد يكون مدير الشركة أو المدير المالي أو إلى آخره. فأهمية الأطراف هذا رقم واحد. الرقم اثنين اللي هو العقد وصياغة العقد أن تكون صياغة صحيحة شاملة لا يوجد فيها أي محاذير شرعية أو قانونية. الأمر الثالث اللي هو محل العقد أن يكون محل شرعي وأن يكون ممكن التنفيذ. ولذلك من أذكر أنا واحدة من القضايا يعني كان في إشكالية بين طرفين والطرفين كلهم لم يلجأوا إلى مستشار قانوني أو محامي لكتابة هذا العقد. لما اطلعت عليه وبعد مطالبات ثلاث سنوات بين الطرفين وجدت أن العقد هم يعتقدون أنه مرابحة وفي حقيقة عقد ربوي، مع أنهم ما يدرون وكان هم يعتقدون ولكن لأنهم يعني لم يذهبوا إلى مختص في كتابة العقد ومراجعته كان العقد كله خطأ. فإذا يعني نقدر نقول أنه من الأهمية بمكان أنه لازم أنت تفهم الاستشارة القانونية اللي راح تقدم لك وأركانها أنه تكون من مختص وتكون تلبي الغرض نفسه. ذكرت قبل شوي مقابل أو غير مقابل، فيها دراهم؟ طبعا الاستشارة القانونية يعني أو إذا كان عندك أنت مستشار قانوني أو محامي فعلاقتك به إما أنها ستكون يكون هذا المحامي أو المستشار هو موظف لنفترض مثلا طرف أحد الأطراف شركة أو مؤسسة يعني عندها عمل تجاري، إما أن يكون هذا المستشار أجير بكامل الوقت وبكامل العمل لديك مقابل راتب تمام، وإما أن تكون أجرة إما بالساعة وإما بالعقد مقطوع أو قد تكون أيضا استشارة مجانية. نعم. فهي إما أن تكون بمقابل هل المجانية هذول لابد أنه يكون مرخص كذلك حتى المجاني؟ كذلك الآن في جهات معتمدة مثلا تقدم استشارات مجانية مثلا في الجانب الأسري أو تقدم مثلا استشارات مجانية. طيب هذه خليني أسأل صور الاستشارات يعني أنت إحنا هل هي فقط في التجاري ولا ممكن أنا أستشير في أي أمر؟ لا في كل المجالات مثل الجانب المدني الجانب التجاري الجنائي كل مجالات الحياة. الآن كل مجالات الحياة منظمة وجزء من تنظيمها وما يختص بالجانب القانوني، لأن أي عمل أو أي علاقة بين طرفين هي في حقيقتها علاقة تعاقدية. بين الطرفين هذه علاقة تعاقدية، أيا كان سبب هذه العلاقة التعاقدية هي تحتاج مختص في هذه العلاقة. يعني نقدر نقول أنه مثلا هل استشارة قانونية مثلا إنسان يبغى يتزوج أو امرأة تبغى تتزوج زين، هل ممكن تروح وتسأل عن هذا عن قد يكون مثلا هذه في اشكاليات احيانا مثلا في جانب شروط في شروط او حتى في قضايا الطلاق او قضايا الفسخ او قضايا الحضانه او قضايا النفقه او الى اخره من هذه القضايا اللي يعني هذا احد الجوانب المهمه في الموضوع. جميل، وهذا يذكرني في مواضيع أخرى أحيانا في مسائل التركات أو قسمة من الورثة يكون يجي أحد منهم خاصة بعد الوفاة يجي أحد من الورثة ويقول لك والله خلاص حنا اتفقنا وتكون الاتفاقيات غير صحيحة أو باطلة أو حتى مخالفة للشرع أو حتى غير
يعني موثقة أو حتى مثلا في الوصايا في الأوقاف، ثم بالأخير بعد فترة سنة سنتين خمس سنوات يكون الإنسان دخل في مشكلة، أو حتى ممكن في الوكالات أنه ما يستشير المحامي في أنه هل أعطي هذا الإنسان وكالة عامة. صحيح. فتلقاهم أكثر الناس بعد في أيام العزاء أعطوني وكالة عامة، كل يعطي وكالة عامة. صحيح. بعدها يتفطن أو يتذكر عقب فترة إيه وشلون. فأعتقد تجيك وتجينا كثير من الأسئلة في مسألة أنا أعطيته وكالة عامة وش أسوي. صحيح. هنا وش المفروض أنه إيش الاستشارة ممكن تقدم له؟ طبعا يعني أول شيء في محتويات هذه الوكالة. نعم. يعني قد يكون في الوكالة بعض البنود مثل الصلح، وقد أنا مثلا أنا يعني أطلب أنه تحل الأمور يعني ولا أخول الوكيل مثلا بالصلح أو مثلا بالاستلام، استلام مبالغ، وإنما يجب أن تكون مثلا هذه المبالغ مودعة في حساب الموكل وهكذا. أيضا حتى في جانب الآن كثير من المؤسسات التجارية قد تخرج باسم زوجة أو قد تخرج باسم أخت أو بنت إلى آخر، وهذه المرأة لا تدرك الأبعاد القانونية للتصرفات بهذا السجل الذي يحمل اسمها. يعني مثلا يجي زوج زوجته أو يجي أخته أو والدته أعطيني وكالة بطلع سجل تجاري، لأنه هو ما يستطيع مثلا أنه موظف حكومي. صحيح. هنا ممكن يقدم لها استشارة قانونية بكل تأكيد. هذه من الأساسيات، ولذلك الجانب القانوني الوقائي قبل العلاج هو أهم جزء وركيزة وهي المغفول عنها، ولذلك التركيز عليها ونشر الوعي فيها هو الأهم، والذي سيخفف كثير من إشكاليات والقطيعة والمشاكل في المحاكم والشروط وإلى آخره، كلها تنتهي بقضية الجانب الوقائي. كذلك في الشركات المؤسسة تغفل الآن عن إقامة لقاءات مع مستشار قانوني أو محامي يعرف الشركة هذه بشكل دوري بما يستجد من الأنظمة والتشريعات والقوانين بما يخدم هذه المؤسسة، كذلك مراجعة اللوائح الأنظمة الداخلية في هذه المؤسسة أو الشركة. هذا عمل وقائي، لم يأتي المحامي والمستشار بعدما وصلت القضايا للمحاكم أو مكتب العمل، وإنما مزيد من العمل الوقائي داخل المؤسسة، ولهذا يضمن بإذن الله عز وجل حقوق كل الأطراف. هذا خليني أسأل سؤال، قيمة الاستشارة قبل وقوع الحدث أم بعد، أيهما أغلى؟ بلا شك أن الجانب الوقائي ما قبل وجود الإشكال هو أو يعني أقل كلفة بكثير من ما بعد الإشكال. مثال كتابة العقد، يعني في 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 في, في مشروع تجاري قدرته أو يعني تكلفته مثلا مليون ريال. نعم. قيمة كتابة هذا العقد قبل وقوع المشكلة أو بعد ما تدخل هذه القضية في المحكمة وحينما يطلب المحامي مثلا 10% من قيمة المشروع، لن تقل عن 100-150 ألف. هذا بعد وقوع المشكلة، لكن قبل لن يعني 10-15 على حسب العقد وتعقيده، قد يكون مثلا مرابحة بسيطة أو قد يكون مثلا عقد بيع بسيط، فتكون تكلفتها قليلة جدا، ومهما تعقد العقد لن تصل تكلفته أبدا ولا 30% من قيمة ما بعد وقوع الإشكال. هذا بالجانب المادي فقط، المباشر فضلا عن تعثر المشروع وتعطله والخسائر المترتبة والخسائر الغير مدركة أحيانا. صحيح. أيضا قد يكون فيه مثلا أيضا جوانب تدخل إيقاف الحسابات أو الإجراءات اللي يعني تدخل الطرف في إشكاليات لم يحسب لها حساب. طيب هذا يخليني يعني ممكن نقول إيش أهم المواصفات الصياغة القانونية للأمور هذه، وممكن بعد كذلك أدمج معها أنه أنا لما أروح المستشار قانوني شلون أدري أنه قدم استشارة زينة ولا لا؟ هذا سؤال مهم جدا. يعني في الفقه الإسلامي يقال ما لا يسع المسلم جهله. تمام. ومثلها أيضا يجب على من يعني يدخل في 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 عالم الأعمال أو عالم التجارة أن يكون عنده القواعد والأمور الأساسية التي لا يسعه جهلها في الأمور القانونية، خاصة الآن يعني ولله الحمد يستطيع أي واحد الآن
يدخل موقع مثل موقع وزارة العدل، موقع ديوان المظالم، هيئة الخبراء، ويجد ما يريد بشكل مفصل جدا ودقيق وسهل وسلس. مثلا إذا كنت أنا عندي مثلا تجارة متعلقة مثلا بالإيجار، من أبسط الأمور يدخل على موقع وزارة العدل وأقرأ في القضايا المتعلقة بالإيجار، وأجدها كلها موجودة في مكان واحد وبترتيب سهل ومذكورة كل القضايا. مجرد القراءة فيها هذه فقط تثريني إثراء قانوني وشرعي. لكن هل تكفي؟ لا، أنا أقول هذا الآن بداية، هذا نعم. أمر يعني بسيط. أيضا هناك يوجد بعض الدورات القانونية يعني المقدمة من الجهات المعتمدة، هي موجهة لمثل يعني هذه تثقيفية نعم. بجانب قانوني. تمام. مثل ما أن الإنسان يدخل مثلا دورات في المالية لغير الماليين وهو غير مختص في الجانب المالي، صحيح. ولكن لخدمة العمل عنده. أيضا فيه يعني خطوط عريضة مثلا في العقود، نعم. خطوط عريضة يجب أني أنا أدركها وحتى أعرف أن عقدي هذا يعني في جوانب إلمام أو لا. أولا قضية العنوان، عنوان العقد، هل هو عقد إيجار، هل هو عقد مرابحة، هل هو قرض، هل هو بيع؟ هذا لابد أن أظهر النية. ولماذا أظهر النية في عنوان العقد؟ لأجل أي نقطة غامضة داخل العقد يكون مرجعها هو العنوان. تمام. فإذا أنا مثلا قلت والله هل هو قرض أو مرابحة، لا أنا عندي فوق أنه حق مرابحة، فأنا إذا كان في أحد بنود العقد فيه شك أو عدم وضوح يرجع للعنوان. الأمر الثاني اللي هو بعد العنوان أن يكون هناك يعني ديباجة والمقدمة اللي فيها الأطراف وسبب العلاقة التعاقدية بينهم، والله كون فلان خبير في المجال الفلاني. أنت قاعد تتكلم يمكن إلى الآن احنا نتكلم بشكل عام عن العقود، أتكلم يمكن عن الاستشارة. هذا الإنسان أنا ما أبغى حقين قروش، حطن الناس البسيطين اللي جاي عنده مثلا مشكلة مثلا في أحوال شخصية أو مشكلة مثلا أن يرجع إلى مختص مرخص. أيوة تمام، أن يكون هذا الشخص مرخص، اللي مرخص يعني محامي من وزارة العدل. إيه من وزارة العدل. تمام. إيه أو محامي يكون له رخصة، صحيح؟ إيه نعم، أو جهة مرخصة مثل الجمعية، بعض الجمعيات الخيرية. إيه نعم، بعض الجمعيات المرخص لها تقديم استشارات في الجوانب. ويكون من ضمنهم محامين يكون من ضمنهم، لكن المحامي لا يقدم باسمه وإنما يقدم باسم هذه الجمعية. تمام. الأمر الثاني أن يكون صاحب خبرة. تمام. فإذا كان هو متخصص مثلا في القضايا الطبية، أنا لا يمكن أرجع له في القضايا الأسرية. نعم، وعلى العكس صحيح. والعكس صحيح، فأنا أذهب إلى شخص مرخص ذو خبرة. هذه يعني هذه أهم هذا القضايا. هذا المهم. تمام. طيب هذه خليني يمكن أستطرق إلى أنه يعني إيش المسؤولية على المستشار القانوني، سواء أمام الله سبحانه وتعالى أو أمام نفسه أم أمام هذا العميل أو المستشير. جميل. أولا المحامي المطلوب منه هو بذل العناية لا تحقيق الغاية. تمام. فالمحامي لابد أن يبذل عنايته ليقدم لك الرأي الصحيح وأن يقوم بالعمل الصحيح، أما تحقيق النتيجة فغير مطالب فيه المحامي بنص النظام وفي نظام المحاماة. أيضا المحامي يعني هذا اللي يقول عندي وأنا بسوي الموضوع وترى مضمون هذا ما عنده سالفة، هذا من مؤشرات الخطر. نعم، من مؤشرات الخطرة، من ما عنده سالفة إلا شوي، يعني اللي الثقة الزائدة مخيفة، لأن أنت الآن لا يوجد عندك إلا طرف من المعلومات، قد يكون الطرف الثاني لديه وثائق وأدلة أنت لم تطلع عليها. صحيح. وأيضا الطرف المستشير قد لا يظهر للمحامي كثير من الأوراق التي لديه، إما جهلا وإما يعرف أنها نقاط ضعف عنده ويتمنى من المحامي أن ينجز له القضية ويقدم له أو يكسب القضية بدون ما تخرج نقاط الضعف الموجودة لديه. وهو المفروض أنه يعطيك شيء، لأنه هو المحامي والطبيب لا تكذب عليهم، لأنه ممكن أي واحد منهم صحيح. الخطأ مش صحيح، ولذلك قد يخفي جهلا وقد يخفي عمدا، ولكن المحامي أو المستشار يكون مساءل إذا ثبت تفريطه. مثلا عندك جلسة في المحكمة، ما راح، ما حضر، نام، نسى، هذا ثبوت في التفريط أو انتهاء المهل مثلا النظامية. الاستئناف، نعم، وما قدم اعتراضه، هذا في التفريط واضح وبين. طيب في الاستشارة ايش اللي ممكن، ايش المسؤولية على المستشار القانوني؟ هل تقديم المعلومة
طبعا أول شيء سرية المعلومة أو سرية العلاقة اللي بينه أو العقد أو النقطة المستشار فيها، خاصة مثل القضايا الأسرية اللي يكون فيها خصوصية أو حتى القضايا المالية أو القضايا الجنائية، أيا كانت القضية المحافظة على سرية المعلومات. يعني أتأكد أن هذا الإنسان أو هذا المحامي لا يتكلم، مو فقط تأكد وإنما أن يكون هذا أحد بنود الاتفاق بينه وبينه. نعم، أنه ما تحكي إن جيتك. الحفاظ على سرية المعلومات وتحدد هذه المعلومات، لأن الحفاظ على سرية المعلومات أيضا موضوع فضفاضة. لا أنا قاعد أتكلم، ما أتكلم عن العقود، أتكلم عن الاستشارة. إيه في الاستشارة، حتى في الاستشارة الأسرية مثلا إيش قد يكون هناك والله معلومات لا يريد أحد الأطراف داخل الأسرة أن تظهر. نعم. فلا يتحدث المحامي أو المستشار بها في المجالس أو عند أطراف أخرى أو طرف لا يريد أن يظهر إلى طرف آخر. المحافظة على سرية المعلومات. تمام. اللي بينهم أن يكون يعني أن تكون العلاقة بين المستشير والمستشار واضحة جدا، ولذلك يعني يجب على طالب الاستشارة أن يكون هو يعني عند التحضير قبل، يعني الآن هناك عقد، وقبل العقد الصحيح اجتماع صحيح مع المستشار، وقبل الاجتماع الصحيح مع المستشار هناك تحضير لهذا اللقاء. أنا لماذا أريد أن أجلس مع هذا المستشار أو مع المحامي؟ تمام. ولماذا اخترته هو صحيح تحديدا؟ نعم. وهذه تسجل. ثم ماذا أريد منه بشكل دقيق وواضح؟ ثم كيف يعني سيقدم لي المستشار هذه الاستشارة أو هذا العمل المطلوب منه، وكيف ستكون العلاقة بيني وبينه؟ يعني مثلا إذا قام المستشار أو المحامي بكتابة لائحة، هل سأطلع عليها أنا قبل؟ هل سأبدي رأيي فيها أو لا؟ هل أراجعها بعد ما ينتهي من جلسة المحكمة أو الجلوس مع الطرف الآخر؟ هل سيعطيني تغذية راجعة؟ تفاصيل دقيقة تكون، لابد أن تكون واضحة ويتم النقاش فيها مع المستشار، حتى وتكون كل هذه النقاط مسجلة. الاعتماد على الذاكرة هو الذي يسبب إشكالية. النقطة الأخيرة اللي يعني يجب أن يكون بين المستشار وطالب الاستشارة، أن ماذا ما يعني بعد ما يبين لي ماذا سيقدم لي وكيف سيقدم لي هذا الشيء، طيب الافتراضات التي يضعها، نعم، اللي يضعها للمستقبل، يعني في حال لو مثلا الموضوع تم، أو في حال الموضوع لم يتم، في حال قبل الطرف الآخر بالصلح أو لم يقبل بالصلح، في حال اضطررنا للذهاب للمحاكم أو لم نذهب للمحاكم، هذه الدائرة من الأربع أسئلة التحضير لها بشكل جيد أولا ستكشف لك المستشار الجيد أو غير جيد. صحيح. لأني إذا كنت أنا لا أعرف بالضبط ماذا أريد أن أقدم لك، ولا أعرف بالضبط كيف سأقدم لك، وليس عندي انتباه للأمور المستقبلية، سيكون وأيضا سيجعل المستشار مهتم أكثر بهذا العميل، لأنه فاهم أيه؟ ولأنه محضر، وقبل ما يجي حتى يعني لو احتاج أن يرجع إلى مدونة الأحكام الموجودة في المواقع وزارة العدل أو ديوان المظالم، سيكون أيضا منتبه لبعض الاحتمالات التي قد تقع. تمام. فهو هذا الأصل، أنه أنت قبل ما تذهب للاستشارة أنك تعرف وش أنت تبي، ما أنت بجاي أنت فاضفه وتمشي. صحيح. أنت جاي تبي معلومة معينة في هدف معين، لأنه حتى الوقت اللي أنت تقضي مع هذا المستشار هو وقت مدفوع الثمن. هذه خليني أسأل، طيب هل في مواصفات معينة للمستشار القانوني؟ والله احنا مثل ما يعني أكدنا قبل شوي إن المستشار يكون، نعيد نأكد على أنه مرخص وصاحب خبرة، ونقطة مهمة جدا هذا، طيب أن يكون عنده مهارات في التواصل، أن يكون عنده مهارات في التواصل مع كل الأطراف. جميل. طيب أنا ممتن لك وشاكر على هذه الحلقة، وشاكر على وجودك، وكانت أتمنى المزيد. الشكر موصول لكم عن الاستشارات، وانتبهوا، الاستشارة عملة نادرة يجب ألا تأخذها إلا من متخصص. دمتم بخير.